بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد لنتحدث عن وحدة جديدة من وحد اللغة العربية، والتي سيكون عنوانها الكابتن أبو الرائد. هذا الفيلم التراجيدي الذي يعد من إخراج أمين مطالقة ومن تأليفه، يمثل فيه عدد من الممثلين الأردنيين أصحاب الكفاءات العالية. يتحدث هذا الفيلم عن عدد من القضايا المهمة في المجتمع الأردني، لعل من أهم هذه القضايا التي يعالجها هذا الفيديو أو هذا الفيلم هو قضية البطاغلة. يتحدث عن موضوع تربية الأبناء، يليه الحديث عن موضوع الأزواج والتعامل بين الزوج وزوجته، تعامل الأبناء مع الآباء والآباء مع الأبناء. أيضا يتحدث عن موضوع كيفية تحقيق الحلم وكيف الإنسان يسعى لتحقيق حلمه، حيث سنتعرض في هذا الأسبوع للحديث عن علاقة أبو الرائد في أبناء الحي والأطفال الذين كانوا حوله، ويتعامل معهم ويوضح لهم كيف يريد أن يحقق طموحاته. أيضا طلابي لا يخفى عليكم بأننا سنتحدث عن موضوعات الـ AS للامتحان الورقة الأولى، من كيفية إدارة وحل السؤال الرابع والسؤال الخامس، كما يجب عليكم أن نتعرف على كيفية حل سؤال الحركات من الورقة الأولى. أيضا طلابي في هذا الأسبوع بحديثنا عن فيلم الكابتن أبو الرائد سيكون لنا حديث عن هروب أو تشرد الأطفال من المدارس، أيضا هو من الموضوعات المهمة والمطروحة في فيلم الكابتن أبو الرائد. هذا الفيلم الذي يصور الواقع الأردني ويصور البيئة الأردنية، حيث أن هذا الفيلم تم تصويره في أحد الأحياء الأردنية العتيقة. أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن عدة موضوعات أخرى من موضوعات موجودة في فيلم الكابتن أبو الرائد، ولعل من أهم هذه الموضوعات أيضا الحديث عن تربية الأبناء كما قلنا، وتربية وعلاقة الأزواج كما يكون لها دور في تحقيق الطموح، وكيف لأبو الرائد الذي بذل حياته وعمره في إنشاء أو في وضع تحقيق هدف في داخل الأطفال ليحققوا الأهداف التي لم يستطع هو الوصول إليها. أيضا الكابتن نور لها دور كبير في فيلم الكابتن أبو الرائد، حيث لهذه الكابتن نور وهي كابتن طيار حقيقي وليس كأبو الرائد، تمثل الواقع الموجود في الأردن وتدعم العائلة التي تكون بحاجة إلى دعم، وهي عائلة الطفل مراد. هذا طلابي مجمل الحديث، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسابيع القادمة. شكرا لحسن استماعكم طلاب الأعزاء.